أشراط الساعة الكبرى عشرة، وهي خروج الدجال ونزول المسيح وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض، ثم بعد ذلك لا يقبل الله من أحد توبة. وهاتان العلامتان، أي طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض، تحصلان في يوم واحد بين الصبح والضحى. ودابة الأرض هذه تكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر، ولا أحد منهم يستطيع أن يهرب منها. ثم من علامات الساعة الكبرى الدخان، يعني ينزل دخان ينتشر في الأرض، فيكاد الكافرون يموتون من شدة هذا الدخان، وأما المسلم يصير عليه كالزكام. وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وهذه الخسوف لا تأتي إلا بعد خروج الدجال ونزول المسيح عيسى عليه السلام، وتقع في أوقات متقاربة. والخسوف معناه انشقاق الأرض وبلع من عليها، ويحتمل أن تقع هذه الخسوف في آن واحد. ونار أيضا تخرج من قعر عدن، فتسوق الناس إلى المغرب، وعدن أرض باليمن، والله تعالى أعلم وأحكم.